سبحة الكرة العرضية الخطيرة تبعد وتعود في هذا المكان، فرصة لإبراهيم. الله، جول! الهدف الأول لمصلحة ماريبور، يسجل إبراهيم الهدف الأول. هدف جميل، والكرة من جانب إبراهيم، حطها على يمين بيتر تشيك يا مورينيو. هدف أول لمصلحة ماريبور، هدف جميل جدا من جانب المقدوني. ركن الكرة في الزاوية البعيدة، حطها جميلة 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 جدا على يمين بيتر تشيك، وسجل الهدف الأول. هدف جميل لمصلحة ماريبور، والتقدم للفريق السلوفيني على حساب تشيلسي في شوط المباراة الثاني، في الوقت اللي كان مورينيو يبحث عن الوصول لمرمى ماريبور بإدخال كوسا يسجل التبديل الأول، بينما الكرة عرضية رأسية، هدف التعادل. أول لتشيلسي، هدف التعادل برأسية ماتيتش. البلوز يعودون من ضربة الزاوية والرأسية، وفرحة جماهير تشيلسي الحاضرين في ملعب المباراة الرأسية بهذه الطريقة. ماتيتش يسجل هدف التعادل لمصلحة تشيلسي. رأسية من تيري، وماتيتش يكمل الكرة في المرمى مباشرة، الرأسية من جون تيري بشكل ممتاز، مرت الكرة وماتيتش يسجل هدف التعادل. هدف التعادل لتشيلسي، والعودة من الكرة الثابتة.